يا جماعه انا فضلت احاول ابقى دايما في اخر سبيتش عشان اخر توك عشان تكونوا مشيتوا بصراحه وما تحرجش كده بس انتوا مصرين يعني. ف طيب هاي ماشي سمعت هاي هنا. مين هنا خد جاب يير قبل كده؟ حد يعرف ايه الجاب يير دي؟ جاب يير دي انت عارف بتاخدها امتى؟ لما تكون مثلا انا عاوز اخد بريك كده السنه دي ماليش مود اذاكر خالص، عاوز ابقى اعمل مثلا حاجه السنه الفاضيه دي اللي ما عنديش فيها امتحانات ولا مذاكره، انمي مهاره معينه، انمي لغه معينه، ابدا بزنس، اعمل حاجه. هي دي حاجه اسمها الجاب يير. اللي هيكونوا فاميليار اكتر بموضوع الجاب يير دي الناس اللي هي خريجه او اللي هي في جامعات من ثلاث حروف اي يو سي جي يو سي ام اس اي. احنا عندنا في المنصوره بيسموها متخلف. والله متخلف دراسيا يعني. فجيت انا من ثلاث سنين رحت لاهلي قلت لهم يا جماعه انا عاوز اخد جاب يير. قالوا لي هتسقط؟ قلت لهم مش موضوع سقوط يعني، بس انا حاسس ان انا لسه ما انجزتش حاجه في حياتي، انا في مجال انا لسه مش عارف اتميز فيه، مش فاهمه قوي، حابب اخد جاب يير بس اسعى ورا شغفي اللي انطفى مثلا، اعمل حاجه مختلفه مش عارف ايه. فبرضه في الاول ايه الموضوع فضل رايح جاي كده، طب واصحابك هيتخرجوا قبلك، طب وكده هتكون ضيعت سنه من عمرك وكلام من كده، لحد ما توصلنا في الاخر الحمد لله القرار ان انا اخد جاب يير اللي هي سنه فاضيه يعني. وقلت بقى خلاص انا قدامي سنه فاضيه اهي، هبدا اعمل حاجه انا بحبها. دايما كنت بحب فكره اللغات، بحبها كده بس يعني انا ما اتعلمتش لغات بصراحه وما اعرفش يعني ليه احب فكره اللغات، ولكن بحبها زي ايه؟ عارف انت برضو لما تسال حد كده ايه اكتر حاجه نفسك تعملها وايه اكتر حاجه بتحبها، ايه هوايتك؟ يقول لك السفر. انا بموت في السفر. عمرك سافرت قبل كده؟ لا فاهم، بس انا حاسس ان انا لو سافرت احب الموضوع جدا. فانا موضوع اللغات بالنسبه لي كان كده بالظبط. خلاص قررت ابدا اتعلم انجليزي لان انا كنت خريج عادي مدارس عاديه ما بعرفش اتكلم انجليزي، يعني كم قاعده على كم كلمه وهتتليس، لكن لا ما كنتش شاطر بصراحه. فجيت خلاص هتعلم انجليزي زي اي حد، حاولت انزل كورسات افهم، ادور مثلا انزل سناتر معينه، اسال تعليم الانجليزيه للمبتدئين فقط على اليوتيوب الجو ده، وبعدين ما حسيتش ان انا عارف اتعلم حاجه. لحد بالصدفه كده كنت في يوم بقلب على السوشيال ميديا لقيت انجلش انستراكتور مشهور كده بيقول يا جماعه فستان يعني ايه بالانجليزي؟ دريس. انتوا بتقولوها دريس، انا عاوزك تعمل ايه بقى؟ لما تلاقي صوت الدي بيجي مثلا بعده صوت الار، ده ما يدرس دي ار اي اس اس، لما تلاقي صوت الدي بيجي بعد صوت الار حط ما بينهم صوت الجي، فمش هتنطقها دريس، هتقولها ازاي؟ دريس. فانا بحاول اقولها زيه دريس، وبعدين اسمعها تاني دريس دريس، بعدين دريس دريس. واو انبهرت بقى، ايه ده انا بنطق زي الاجانب قوي كده ازاي كده؟ فخلاص بقى الموضوع شدني جدا، كلمه ورا كلمه ورا كلمه، انا ما عنديش حصيله كلمات كتيره، ولكن كل الكلمات اللي انا اعرفها كان عندي فضول قوي اعرف بنطقها ازاي، وبقيت بنطق كل كلمه صح، واروح كده لاخويا انت عارف هم بيقولوا مرايه ازاي؟ ما بيقولهاش ميرور، بيقولوها مير كده اهو، وانبسط قوي ان انا بقيت بعرف انطق زيهم او زي بعض الكلمات وكده. الموضوع شدني، وبعدين ابتديت ادور ازاي اعرف انطق كل كلمه لوحدها صح. ابتديت مثلا لما صوت الاي يعني صوت حرف كذا يجي بعد حرف كذا احط صوت التشا، احط صوت الار، احط صوت مش عارف ايه، لحد ما بقيت اعرف انطق كلمات كويس، لدرجه ان انا كنت مثلا يعني عندي فضول لدرجه اكتب مثلا على اليوتيوب او على جوجل او حاجه هاو تو برونونس كات. ما طبيعي كلنا عارفين ازاي مع كات هتفضل اطور كات، بس انا من كتر ما انا منبهر ان انا طول عمري بنطق حاجات غلط كل حاجة ممكن تكون متغيرة وأنا ما أعرفش. فموضوع النطق ده هو أول خطوة شدتني أتعلم إنجليزي أصلاً. وبعد كده اكتشفت إن أنا طب ماشي أنت بتعرف تنطق برافو، بس أنا أصلاً ما عنديش حصيلة كلمات. فكان لازم يبقى عندي حصيلة كلمات كبيرة أعرف عشان أعرف أتكلم بيها. فبدأت زي أي حد عشان أحفظ كلمات، جبت مذكرة ترجمة اللي هي المذكرات بتاعت الثانوية العامة القديمة دي، 5-6 آلاف كلمة كده إنجليزي وعربي، وقعدت أحفظ بقى كل يوم صفحة مثلا إنجليزي وعربي وكلام من ده. وبعدين حاسس إن أنا كل ما أحفظ حاجة بنساها لأني ما بمارسهاش كده كده، ولأنها بتوه عن دماغي. وبعدين جالي خاطر لذيذ جدا، يعني أنا عاوزك تعتبر نفسك طفل، بس طفل يعني كان محظوظ شويه، او بالنسبه لك محظوظ يعني، انا بالنسبه لي مصر هي امي، المهم يعني ايه طفل محظوظ شويه اتولد في امريكا مثلا، ما اتولدش في مصر. فالولد بيتعلم انجليزي بيطلع عنده 6-7 سنين
بيعرف يتكلم انجليزي كويس، عنده حصيله كلمات كويسه جدا من غير ما حد يعلمه مثلا بلغه تانية، ما بيقولوش وهو صغير يم يعني ايت، درينك يعني مش عارف اعمل كده كانك بتشرب، لا هو ما بيفهمهاش بلغه تانية. هو الفكره كلها ان بيشوف ناس بتتعامل بالانجليزي ازاي، بيفهم من سياق او من طريقه كلامهم ازاي الكلمه دي ممكن توصل له احساس ايه، يعني لما يقولها ايه الاحساس اللي يوصل له، وبالتالي بيعرف الكلمه دي بيفهمها فبيعرف يحفظها وبيستخدمها. فانا قلت انا لازم اعمل كده، ازاي بقى اطبق الموضوع ده يعني كاني طفل؟ اول حاجه قررت ان انا ما اجيبش ترجمه عربي خالص للكلمات الانجليزيه اللي انا اعرفها خالص. الفكره كلها بكتب بكل بساطه مثلا انا وانا بقرا في مقال او بسمع فيلم، لان طبعا يعني اثناء رحلتك في انت بتتعلم انجليش او اي حاجه كل الخطوات اللي بقولها دي لازم يكون في حاجه اساسيه مثبتها، لازم تكون بتسمع انجليزي، مش لازم تكون بتسمع انجليزي عشان انت عايز تتعلم، لا بتسمع انجليزي من اجل ان في انجليزي شغال وخلاص في ودنك، فبالصدفه ممكن تشوف كلمه كل فين او كده وحاجه تعلق معاك. فمثلا وليكن كلمه برايب، انا ما اعرفش يعني ايه برايب وشفتها تمام، فمعرفش يعني ايه كلمه برايب، فجيت كتبت على جوجل برايب مينينج بالظبط كده، شفت الحل السحري، مش هدور بقى على جوجل ترانسليشن، لا على جوجل عادي برايب مينينج، هفتح هلاقي مواقع كتير قوي بقى، كل موقع بيجيب لك معنى كلمه برايب ويوصف لك معناها بالانجلش. طب انا لو اوريدي جامد في الانجلش ما انا كان زماني يعني ما كان زماني عارف معنى الكلمه، بس لا في مواقع بتسهل قوي ترجمه الكلمات، بتجيب لك بكلمات بسيطه، بيختاروا الكلمات البسيطه اللي انت عارف معظمها بحيث انت تفهم معنى الكلمه دي، فموقع مع موقع مع ديكشنري مع ديكشنري مع اكزامبل وكده بيوصل لك الاحساس ممكن الكلمه دي يكون معناها ايه من غير ما يجي في دماغك الكلمه دي بالظبط معناها ايه بالعربي وهكذا بقى. فجي موضوع يعني مثلا اشهر ديكشنري على فكره ممكن تستخدم فيه الموضوع ده حاجه اسمها ديكشنري اسمه كامبريدج تمام، ده لذيذ جدا وبيجيب لك المعاني مبسطه قوي يعني. فخلاص جبت الكلمه دي على كامبريدج، حلوه جدا الكلمه دي بقى، لما هتجيبها هتلاقي نفس يعني الكلمه دي ليها معنى بالانجليزي، المعنى ده هتلاقي جواه كلمات تانية انت مش فاهمها لانك اوريدي في حاجات مش فاهم، فمعنى هيجيب لك معنى تاني ومعنى هيجيب لك معنى تاني، تخرج بدور على كلمه تلاقي نفسك عندك 10 كلمات مثلا. كانت احسن طريقه جابت معايا ان انا ازاي احفظ كلمات انجليش اكتر. طب حلو دلوقتي بقى عندك كلمات وبتعرف تنطق كويس زي ما قلنا في الاول، طيب ازاي اعرف بقى انطق زي النيتيف سبيكرز قوي، ما انا مش عاوز اسمع مثلا زي جوجل قد ذهب احمد الى، عارف انت لما تيجي تشغل خوصطيقه فاكرين انت الحاجات دي بتاعت جوجل هي الفكره دي، انا مش عاوز اسمع النطق الروبوتيك ده، انا عاوز اتاكد النطق بتاعي صح. فاشهر موقع للموضوع ده موقع اسمه يوجلش، ده يا جماعه ثوره في عالم الانترنت، اللي عارفه بجد الموقع ده فظيع يعني. هتكتب كلمه برايب هنا في الموقع او تكتب اي جمله، حتى ممكن تكتب هاو ار يو دوينج ولا تكتب اي حاجه تكتبها بالانجليزي وتدوس على اكسنت اليو اس، لما تدوس شايف مكتوب 924 فيديو مثلا، يعني انت هتلاقي 924 فيديو على اليوتيوب جايين لك بيبداوا من كلمه برايب، فبالتالي تعرف الكلمه دي معناها ايه من الكونتكست او من السياق بتاع الجمله وتعرف نطقهم، ما هو نطق امريكي اللي انت بتتعلمه مثلا او نطق يو كي لو انت بتتعلم اكسنت بريتش او ايا كان يعني، وتبتدي تعرف نطق الكلمه دي صح النيتيف سبيكرز بيستخدموها ازاي، وفيديو مع فيديو مع فيديو خلاص الكلمه تثبت في دماغك وهكذا بقى. حاجه تانية برضو ممكن تعملها عشان الكلمات دي برضو تعرف تثبت في دماغك انك تمارس الكلمات دي. طب ازاي تعرف تمارس اللغه او الكلمات في مجتمع ما بيتكلمش انجليزي الا بقى لو انت هتعمل فيها عيل سيز بقى وتحط او ماي جاد كلمات انجليش في النص مش هتبقى لذيذه صح، بتحس الناس كده بتبص لك ما بتكونش مرتاحه. فعشان تعمل حاجه زي كده حط كلمات انجليزي في النص ولكن بهدف التريقه. يعني انا ليا اخويا حازم بيطلع معايا في الفيديوهات عارفينه، هو حازم من الناس اللي اتعلمت انجليش بطريقه التريقه، كنت انا وسيف بنحاول نتعلم ونتكلم انجليزي كده مع بعض بطريقه اللي هو بنحاول نتعلم مع بعض وكده، وحازم يجي ايه ده انت بتنطقها كده ازاي، ويقوم جاي قال النطق اللي احنا بنقوله بس بتريقه فاهم، بحيث ان هو ايه سيلف ديفنس محدش يعرف يتريق عليا انا اصلا اوريدي بتريق عليه. مع الوقت ابتدى يتعلم الانجليزي بالشكل ده، فانت اعمل كده استخدم الكلمات الانجليزي بنظام تريقه، معاد انت وصاحبك مثلا من على برايب معناها يرشي مثلا، فمعاد انت وصاحبك على 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 كمين او حاجه ايه يا صاحبي بقول لك ايه ما تبرايب وبقرشين، مفيش حاجه اسمها كده بس اللي هو ايه بتحاول تستخدمها باي حاجه بحيث انها تثبت في مخك. طب حلو جدا انا اتعلمت كلمات وابتديت اعرف انطق كلمات كلها يعني كل كلمه لوحدها صح وكده، ناقص اتعلم جرامر لان الجرامر هو اللي بيربط الكلمات ببعض عشان يوصل لي جمله افهمها. ف
ازاي بقى اتعلم جرامر؟ مشكلتنا زمان في المدرسه ان احنا كنا بنتعلم جرامر ده ازاي؟ يوزوالي وسمتايمز والويز لما يجي يحط اس او اي اس هي وشي وات مش عارف ايه اي ويو ووي وزي كان دايما كده اي ويو ووي وزي ما علينا يعني بتشيل مش عارف ايه. فالمشكله انت بتحفظ الجرامر ده ما بتكونش فاهم. فنرجع لنظريه الطفل الجميل برضو اللي اتولد في امريكا وبعدين بيطلع عنده 6 7 سنين ما بيعرفش مثلا هو بيتكلم بالجرامر صح وبيعرف يعبر عن كل صح حاجه صح، ما عرفش ده present perfect ولا present continuous ولا ماضي ولا مستقبل ولا هو مش عارف بس بيعرف يعبر صح. ليه بقى هو بيعبر احسن منك مع انك دارس بقى وحافظ وكلمات داله على الزمن وكده؟ لان هو فاهم هو بيقول ايه. الجرامر يا جماعه الفرق بينه وبين بعضه بسيط قوي، مش معقد جدا. يعني هقول لك حاجه زي ايه. مثلا هسالك سؤال، ايه الفرق لما اجي اقول لك امبارح انا اتمشيت واجي اقول لك امبارح انا كنت بتمشى؟ مفيش فرق صح. انا اتمشيت انا كنت بتمشى، الاثنين بيدلوا على حاجه حصلت امبارح وخلاص يعني، فاهم؟ شفت انت في فرق مش حاسه كده مش هتفهم معناه، ولكن هو اوريدي في فرق موجود. انت لما تيجي تشوف السياق اللي انت تقول فيه انا كلمه انا اتمشيت وسياق انا تقول فيه انا كنت بتمشى هتلاقي الموضوع مختلف. انا اتمشيت ده معناه ان هو حدث من ضمن احداث كتيره حصلت. مثلا انا اتمشيت وبعدين رحت قابلت اصحابي وبعدين روحت بالليل نمت وكذا وكده. انما تيجي تقول انا كنت بتمشى لا وانا كنت بتمشى كنت حاطط الهاند فري، بتتخيل بقى وانا بتمشى بهتم بالحدث اكتر. شفت الفرق البسيط ده في اللغه اللي احنا بنتكلمها عادي العاميه من غير ما نفكر فيه؟ هو ده مثلا الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر. فالموضوع بالنسبه لي بقى بازل، بقى الموضوع بالنسبه لي اثار فضولي اكتر، اللي هو طب انا بتكلم بشكل ده يعني انا حابب يعني اترجم اللي انا بقوله العربي بتاعي عادي الكلام انجليزي، وابتديت افهم الجرامر بالشكل ده. والجرامر القاعده اللي ما فهمهاش او مثلا لو في ستراكشر جمله انا مش فاهمها من مشهد او من حاجه او كده اكتب على اليوتيوب او على جوجل. يا جماعه انا مش عارف، دايما الناس رشح لي ابلكيشن رشح لي موقع رشح لي، طب ما انا برشح لك يوتيوب وجوجل. اكتب على جوجل انا عندي مشكله في كذا، وجوجل ويوتيوب بيفهموا ايه اكتر حاجه معمول عليها سيرش واكتر حاجه كانت افكتيف، وهو بيساعدك وبيجيب لك الحاجه اللي بتساعدك دي. فما تتعبش نفسك، اللي انت مش فاهمه اكتبه على اليوتيوب على جوجل وشوف ايه احسن حاجه انت هتفهم منها، لان ممكن افهم من حاجه وانت تفهم من حاجه وكده. وابتديت اتعلم جرامر بالشكل ده وقاعده 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 وكده. وبعدين طب حلو بقيت بتعلم جرامر بعرف اتكلم كلمات وكده، مشكلتي بقى فين دلوقتي؟ ان انا بنطق كل كلمه صح وبعرف اعمل جمل وكل حاجه، لكن كل كلمه بنطقها لوحدها ازاي؟ عارف انت شفتوا اكيد معظمكم شاف بيجزي او ادهم مش عارف اللي هو كان امريكا وبعدين بيتكلم بيحاول يتكلم مصري صح؟ فيقول لك مش عارف انا كنت بحب امثل مع منى الزكي قوي كنت شفتها في صعيدي في الجامعه. شفت بيتكلم كل كلمه عربي لوحدها، بس انت برضو حاسس لا يا اسطى انت ما بتتكلمش صح، يعني حاسس ان انت ده مش مصري ده. ليه؟ لانه ما بيربطش الكلمات ببعضها صح. اكتشفت ان برضو نفس الموضوع عندنا في الانجليش، حاجه اسمها اللينكينج وريدكشن، ان انت كلمه مع كلمه ممكن بطريقه معينه او لما بتكون في وضع معين او بتنتهي بحروف معينه او كده تعرف تنطقهم بحاجه زي بعض. زي اللي شاف فيكم اللي يعرفني يعني شاف فيكم قاعده خالتي. الفكره كلها ايه؟ خالتي بتنتهي بصوت التي والواي، اكتبها بالفرانكو او بالانجلش يعني خالتي تي واي. انا قلت لك مش احنا بنطقها العربي خالتي؟ يعني لما تلاقي صوت التشا لما تلاقي صوت التي وبعدها صوت الواي حط ما بينهم صوت التشا، فمش هقولها خالتي هقولها زي خالتي. نفس الفكره برضو لما تلاقي مثلا كلمه بالانجليزي منتهيه بصوت التي وكلمه ثانيه بتبدا بحرف الواي حط ما بينهم صوت التشا، فمش هتقول مثلا اي وونت يو، تقولها ازاي؟ اي وونت يو اي وونت يو. فدي مثلا من حاجات اللينكينج. فلقيت الموضوع ده مخفيف قوي وابتديت اتعلم لينكينج واربط بين الكلمات. حلو. حاجه ثانيه برضو شدتني جدا للغه موضوع الايديومز او الاكسبريشنز. ازاي؟ انت مثلا حد اتعلم هو حد اجنبي بس اتعلم عربي كويس قوي واللهجه العاميه بالذات وجي مصر بقى مع انه عمره ما جه مصر لكن هو اوريدي بيعرف يتكلم مصري من الحاجات اللي اتعلمها وكده، فبيتكلم مع راجل او شخص وكده فاهم معظم كلامه وبعدين جه قال له ايه لا والله ده الموضوع لسه متعلق، فهو هيفهمه ايه؟ الموضوع لسه متعلق صح، مش هيفهم هو قصده ايه. لكن فعلا موضوع لسه متعلق ده معناه ايه؟ ان احنا لسه ما خدتش قرار في الموضوع مثلا، فاهم قصدي؟ هو مش هيفهم كده. دي حاجه لقيتها برضو موجوده في الانجليش اللي اسمها الايديومز، اللي هو كلمات مع بعضها ملهاش معنى ولكن يعني على بعضها كجمله حرفيا ملهاش معنى ولكن هي ليها معنى
زي مصطلح. مثلا اقول لك ايه I'm over the moon، معناها I'm over the moon مش معناها انا فوق القمر، معناها انا مبسوط جدا. Out of the blue مش معناها انا بخرج من اللون الازرق، معناها suddenly او فجأة. فالموضوع ابتدى يشدني جدا، حلو. وبتدي اتعلم واحفظ بقى واكتب على جوجل برضو most common American phrases او most used idioms in the USA او ايا كان او كده. فحلو كده لحد دلوقتي انا تقريبا خدتها بالتدريج وتعلمت كل حاجه، وبص وتعبت بصراحه. فرحت قدمت على انترفيو، اول انترفيو شغل في حياتي، وكانوا محتاجين فلوينت انجلش سبيكرز. واول ما قعدت قدامي انتروديوس يور سيلف، ماي نيم از احمد، اي ام جراديويتد فروم زجاجيج يونيفرسيتي، this is the first time to speak in front of people مش عارف ايه. وفجاه الموضوع قلب. ليه انا فاكر حتى ساعتها ديبارتمنت معناها قسم، فانا كنت عايز اقول لها انا سيفل ديبارتمنت، انا في قسم مدني. فقلت لها ديبارتشر اللي هو رحيل بتاع ايه، مع اني تعبت. ليه بقى؟ لان انا فضلت اعمل غلطه كلنا لحد النهارده ممكن كلكم يعني معظم ناس كتير بتقع فيها، اللي هي تفضل تنمي نفسها في موضوع ال بمناسبة السلايد دي، أشهر حاجة ممكن تعلمك اللينكينج والريدكشن هي ريتشيلز إنجليش، قناة على اليوتيوب يعني. ما علينا يعني. المهم المشكلة في إيه؟ إن أنت بتحاول تفضل تتعلم وعندك نوليدج كتير وكده، بس ما بتعرفش تتكلم، ما عندكش سبيكينج سكيلز. دي حاجة غير اللغة أصلاً، لازم تتعلم تتكلم باللغة دي. هتفضل تسمع ماشي جامد، فاهم اللي الناس بتحواليك بتقول إيه، وفاهم الأغاني مثلاً ولا فاهم بعض الأفلام وبتاع، لكن ما بتعرفش تتكلم. ليه؟ لأنك ما بتمارسش. فأهم حاجة الممارسة. تيجي تقول لي يا أسطى هو أمارس إزاي؟ يعني أنت شايفني قاعد في أمريكا ولا قاعد فاهم؟ الفكرة في إيه بقى؟ انت عشان تمارس تتكلم مع ناس من بره، مش لازم تدور على نيتيف سبيكر. دايما يجي يقول لك ايه انا عايز ابلكيشن اقابل فيه نيتيف سبيكرز او ناس امريكان اتكلم معاه، مش دي اهم حاجه. اهم حاجه انك بس تتكلم. يعني دور اول خطوه تعملها لو انت واحد بتتكسف مثلا تتكلم انجليزي قدام الناس وكده، دور على اجانب تكلمهم على النت. تمام؟ الاجانب دول ليه تكلموا على النت؟ ليه دي احسن طريقه واول طريقه؟ لان هم اوريدي مش عارفينك انت. مثلا هتفضل تتكلم معاه وتحاول تتكلم معاه وكده، بس خلاص الموضوع فجأة بقى awkward كده، او الموضوع مش لذيذ، او انت محرج او كده، هتعمل skip. عمرك ما هتوصل له تاني في حياتك، لا يعرفك ولا يعرف اسمك ولا شكلك ولا جنسك ولا اي حاجة، فاهم؟ وسكيب وكلم حد تاني وكلم حد تالت. لما تفضل تتكلم كتير، ايه بقى اللذيذ في الموضوع غير ان انت بتتعلم تكسر حدة الخوف دي؟ ان انت بتعرف نقط ضعفك فين. انا وانا بتكلم مشكلتي، ولما اجي اعبر عن المستقبل مثلا بقف كل مرة، ما بعرفش اعبر عن المستقبل، لا ساعتها اعرف ان انا عندي نقطة ضعف في الحتة دي، ما بتجيش في دماغي على طول، فابتدي اتفرج على فيديوز ليها اكتر ازاي اعبر عن المستقبل مثلا، وخلاص اتعلمت احاول اطبقها تاني مع نفس الاجانب تاني وهكذا. طيب بعد خطوه، يعني بعد خطوه الاجانب وكده، ممكن تنزل تعمل ايه؟ تنزل انجلش كلوبس، حاجات فور فري تبع سناتر ولا تبع نوادي ولا تبع اي حاجه ستودنت اكتيفيتي او كده، وتنزل تتعرف، يبقى عندك صداقات جديده وتكلم ناس انجليزي. انا لما الدنيا كانت بتقفل خلاص، انا كنت بقف مع ماما في المطبخ، هي ما بتبقاش فاهمه ثلاث ارباع الكلام اللي بقوله مثلا، بس مش مهم يعني، هي مش مهتمه انا بقول ايه، بس انا مهتم ان انا اتكلم، انا عاوز احرك لساني وخلاص، واعرف النقط ضعفي فين وكده. فبتدي اتكلم كتير. تاني حاجه عشان تظبط السبيكنج سكيلز بتاعتك، ان انت تتكلم بطيء، بالظبط عكس ما انا بعمل دلوقتي. تتكلم بطيء جدا اللي هو عادي. يعني دايما المشكله ان في ناس رابطه الطلاقه بالسرعه، انت عشان تكون بتتكلم طليق لازم تكون بتتكلم بسرعه، بس لا، انت ممكن تتكلم بطيء جدا زي، وفي ناس مصريين مثلا انت تعرفهم بيتكلموا بطيء عادي، اتكلم بطيء بحيث ان انت تفكر في ان انت هتقول ايه، خد الكاركتر بتاعك كانك انت شخصيتك ان انت بتتكلم بطيء. يا عم مش هيهين طلاقتك في اللغه، ولكن هيخليك تفكر ازاي تتكلم بشكل احسن. تالت حاجه ممكن تعملها ومهمه جدا عشان تظبط السبيكنج سكيلز، موضوع المامبلنج. احنا عندنا مامبلنج ده يعني ايه، حاجه زي التأتأة كده، اللي هو لما تيجي تتكلم تفضل تقول واتس يور نيم، ماي نيم از يو نو، فاهم؟ دي المامبلنج. ازاي بقى توقف الـ دي؟ قول ايه برضه، او احنا ليه اصلا بنقول ايه او كده؟ عشان بتدي لعقلك فرصه يفكر هيقول ايه، لانك متوتر او لان الكلام مش حاضر في دماغك. انت عامل نفس الموضوع بالانجلش برضه، ما تتوتر برضه كل حاجه، ما بقولكش ما تتوترش، بس حاول تستخدم حاجه اسمها filler words. ايه الفيلر words دي؟ اللي هي كلمات الحشو، اللي هو كلمات مثلا زي well you know، فاهم؟ حد مثلا سالك so what did you do yesterday، well انا لسه بفكر، انا معرفش عارف انا هقول ايه ومتوتر وكل حاجه، بس ما قلتش قلت well yesterday I went to the university you know، قلت you know so، فاهم؟ بتبطئ، ما بتقولش ايه ايه كتير، ما بتاخدش نفسك كتير بين الكلمات، وبتستخدم الفيلر ووردز ده، فانت برضو وقفت المامبلينج.
اخر حاجه بقى عشان تظبط موضوع السبيكنج سكيلز بتاعتك ان انت تبقى على طبيعتك، ودي من اهم الحاجات. مشكله كبيره الناس اللي بتيجي تفيك الاكسنت بالظبط، عامل زي ايه، حد خليجي او حد تونسي او كده مهتم قوي باللغه يعني باللهجه المصريه، وبيتفرج بقى على احمد حلمي وعسل اسود والحاجات دي، ويجي مصري يجي يقول لك ايه مثلا عامل ايه يا باشا، يا باشا عامل ايه، ازيك يا برنس، فاهم؟ ماشي يا عم انت بتتكلم مصري ماشي، بس لا يعني انا حاسك مش مصري، فاهم؟ بس برافو. شفت بقى انت لما تيجي تتكلم باكسنت وانت مش متعلم مخارج الحروف بالظبط، او انت مش فاهم انت بتتكلم في ايه، بتساوند يعني بتبقى صوت بتبدو غريب للي قدامك، ما بتبقاش مريح. فالفكره كلها ان انت حاول تبقى على طبيعتك، اتعلم الحاجه وطبقها، ما تاخدهاش بالفزلكه. لو خدتها بالفزلكه الموضوع هيبقى صعب، لانك اوريدي انت اتعلمت حاجه غلط، الغلط حاولت تصلحه بحاجه غلط. شوف بقى لما تيجي تصلح ده بقى شوف هيقعد معاك قد ايه. فاتعلم، افضل اتكلم بطبيعتك عادي، والحاجه اللي اتعلمها طبقها، وهكذا انك تبقى على طبيعتك. وكانت من اهم الاسباب او من اهم اسباب نجاح اصلا البيج بتاعتنا، شكرا يا اسطى، هو ان انا كنت على طبيعتي جدا، وان احنا بشكل عام كنا على طبيعتنا. عادي يا ابني يلا نعمل محتوى، هنعمل محتوى، يلا نعمل محتوى. انا مش معايا موبايل ولا عندي كاميرا ولا اي حاجه، خلاص يا سيف. سيف كان لسه اخويا لسه كان مخلص ثانويه عامه، جايله موبايل هديه من الامارات، فيلا يا سيف صورني بالموبايل بتاعك. بس ما كنتش بصنع محتوى اللي هو في البيت. عندنا مش عارف، رحت جبت ستاند مش عارف ب 200 ولا 300 جنيه، ورحت جبت مايك برده بحاجه 300 جنيه وكده، فتقريبا بادجت شكرا يا اسطى كلها راس مالي كله 600 جنيه. وعملنا المحتوى وبقينا بنعمل منه فلوس وكل حاجه، لان الفكره ان انت كنت على طبيعتك، انت كنت مريح مع الناس، انت بتعلمهم لغه وكل حاجه ولكن من غير تكلف. لان اللغه دايما اول ما تيجي تقول لك انجليزي اول حاجه تيجي في دماغ بعض الناس عوجه اللسان بقى والعيال الملزقه وكده. لا، انا شكرا يا اسطى عادي، انا يا اسطى وانت يا اسطى وكلنا يا اسطوات عادي، وممكن ما نكونش بنقول برو ولا نكون خريجين مدارس انترناشونال ولا نكون عايشين بره ولا عادي، وعرفنا نتعلم لغه ومفيش مشكله. الفكره بس ان انت تتعلم وتبدا، مش ان انت تاخدها فزلكه، فاهم قصدي؟ وخلاص. موضوع الفيديوز، فيديو ورا فيديو ورا فيديو، اكتشفت بقى ان الهدف فعلا انا حبيت اعمل منه الفيديوهات دي مش ان انت تتعلم انجليزي قد ما ان انت تحب الانجليزي او تحب تتعلم انجليزي. ودي بصراحه كانت احسن تعليقات بتجيلي، مش ان انت علمتني حاجه او شكرا ان انت انا فهمت منك حاجه كده كويس، لا، انا الفكره كانت عندي ان انت احسن تعليقات كانت بتجيلي ان انت تقول لي ايه، شكرا لانك حببتني في الانجليزي بعد ما كنت بكرهه، او لاني عمري ما فكرت اتعلمه وتعلمته. وده اللي انا بحاول دايما اعمله في الفيديوز بتاعتي، ان انا باللغه اوريك الفرص اللي انا ممكن اكون في سن او في فتره بسيطه جدا حصلت عليها. في سنه الجاب هير ده كنت بشتغل 3 شغلانات مع بعض، وبعدها ابتديت اصنع محتوى جاي بعدها بسنتين يعني، ولكن بقول لك الانجليزي برضو اداني فرصه ان انا اصنع محتوى، الانجليزي برضو اداني فرصه ان انا اتعرف على ناس اجانب من على النت، ومش بس كده اعرفهم جدا لدرجه ان هم يجوا مصر. على فكره في صديقتي برضو كارولين هنا دي برضو عملت معايا 2 فيديوز. يعني الفكره كلها ان باللغه بتاعتك بتعرف توصل لناس بره، الناس دي بتيجي وبتشوفك وبتركبهم التوك توك وبتاكلهم الحمام والحاجات اللذيذه دي كلها، والفكره ان انت بتوصل باللغه لحاجه انت ما كنتش عامل حسابها، فرص انت مش عامل حسابها. ابتديت اعرف اعمل مسج معينه ما توصلش بس في مصر ولا في الشرق الاوسط، لا، الاقي المسج دي او في فيديو، يعني مسج فيديو معينه، الفيديو ده الاقيه وصل لناس بره مصر كمان، والرسالة ابتدت توصل. ليه؟ لان اتعلمت لغه ثانيه. شوف كل الفرص دي جات لك لما اتعلمت انجليزي لغه واحده. شوف بقى لما تاخد نفس التكنيكس ونفس الجيرني دي، نفس الرحله بتاعت تعلم اللغه دي مع لغه واثنين وثلاثه، وتاخد الموضوع بشكل فن، ما تاخدوش بشكل ضغط، ما تاخدوش عشان انا لازم اترقى في خلال 3 شهور، لازم ورايا امتحان ايلتس ولازم اسافر ومش عارف كذا، لا، خد الموضوع بشكل فن عشان تبدع فيه. شوف بقى انت خلاص عملت اتعلمت كذا لغه بالشكل ده، شوف كميه الفرص اللي هتتفتح لك اكتر لما يعني انت بلغه واحده عملت الفرص دي كلها، شوف بقى كميه الفرص لما تتعلم لغه واثنين وثلاثه. ف يعني هيفضل اهم قرار مصيري بصراحه اخدته في حياتي هو ان انا اخدت الجاب هير ده، ودورت على الحاجه اللي انا بحبها وحاولت ابدع فيها، ولسه يعني الواحد ما وصلش لحاجه، بس الواحد لسه بيبدا رحلته وكل حاجه. واحب بس اخيرا اقول حاجه، ان لسه قبل ما اطلع انا على الستيج ماما بتقول لي فاكر يا عمر اول فيديو، انا فعلا ما كنتش ناسي الموضوع ده تماما، بس هي فكرتني بيه. اول فيديو خالص قبل ما ابدا البيج وقبل ما ابدا اعمل اي حاجه، قلت انا عاوز اعمل فيديو هقف على المسرح واتكلم انجليزي بشكل وحش، وبعد كده هشرح بقى في الفيديو. الفكره ان الفيديو ان انا اشرح ازاي تتعلم انجليزي زي ما انا بقول لكم النهارده كده، او في طريقتي ان انا اتعلمت ازاي انجليش او كده او لغه بشكل عام،
وبعد كده اطلع على المسرح تاني بعد ما الناس بقى اتريقت عليا بقى وبيتكلم انجليزي كده ليه وكده، اطلع اتكلم انجليش كويس وكده، فكل الناس بقى واو بقى وجامد وتسقف لي مش عارف ايه. ونسيت انا فكره الفيديو دي، ما عملتهاش، ما لقيناش مسرح تقريبا ناجره او حاجه كده. المهم سبحان الله يعني عدت الايام فعلا، وبعد 8 شهور بس من صناعه المحتوى وقفت على تيد اكس، وقدرت اقول انا ازاي اتعلمت انجليزي، والحلم فعلا يعني بدايته اتحققت وكل حاجه. و يعني بس كده، شكرا يا اسطى.